إلى أحوال الطقس، حيث ستعرف موجة الحر التي تشهدها الجزائر ومنذ بداية شهر سبتمبر الجاري انخفاضا متوقعا بداية من يوم الاثنين المقبل، مع تسجيل بعض الأمطار على المناطق الشمالية حسب ما أكده الديوان الوطني للأرصاد الجوية. غير أنه وقبل يوم الاثنين تتوقع مصالح الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجة الحرارة يومي الخميس والجمعة، حيث ستصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة خاصة بالمناطق الشرقية. ابتداء من يوم الجمعة لغاية يوم الأحد ستكون على العموم شبه رعدة، هذا على أغلب المناطق الشرقية والوسطى للوطن. تكون كذلك ساخنة على المدن الشرقية للوطن، حيث درجة الحرارة القصوى سوف تتراوح ما بين 29 إلى 33 درجة فقط على المناطق الغربية والوسطى. تكون أكثر ارتفاعا على المدن الشرقية للوطن ما بين 34 إلى 38 درجة مئوية، ولكن تتوقع مصالح الأرصاد الجوية إن شاء الله أنه يومي الجمعة والسبت سوف تصل درجة الحرارة القصوى إلى 41 درجة مئوية، وهذا على المدن الشرقية التي تمتد من منطقة ميلا، قسنطينة، قالما، سوق هراس، عنبة، وحتى منطقة سكيكدا.